أن عظماء الرجال كانوا أطفالا مثلك، فلماذا لا تكون مثلهم؟ تسلحوا بالعلم ومكارم الأخلاق وتعلموا من زايد الخير الانتماء وحب الوطن. أنتم فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، وأنتم أملنا في مستقبل واعد. أنا فخورة جدا بأن أنا جزء من اللي بيقدموا الرعاية الصحية للطفل الإماراتي، ومن ضمن حقوق الطفل هو الرعاية الصحية والنفسية والعلاجية المتكاملة. You see a child who is suffering from something and you can treat him. You can't imagine how happy I am. All bring so much of smiles, laughter, innocence and beauty to my life and to all of our lives. الأطفال فيهم ميزة جميلة جدا، إن الضحكة بتاعتهم تلقائية وجميلة، ممكن تخلي الشخص اللي بيكشف عليهم أساسا يصاب بنوبة من السعادة غير عادية. دي حاجة حلوة قوي، إن هم ناس كائنات بيور قوي، فأنا بتعلم منهم البساطة وإن هم قد إيه كلير، قد إيه فرش. وحبي أن أرى البسمة في وجوههم، وأن أرى النظرة بتقديم الامتنان في بعد أخذهم للعلاج اللازم. They are very truthful in their feelings. If it hurts, they cry. If they are happy, they smile. So their smile is what makes our day. الأطفال هم شباب الغد، وهم مستقبل البلد. من أجل تنمية مستدامة أتمنى السعادة لأطفال الإمارات ولكل أطفال العالم. أم الإماراتية بتقدر تقدم حقوق أكتر من اللي كلنا عارفينها، واهتمام بالطفل أكتر من اللي احنا عارفينه. Happy Emirati Children Day. بتمنى لكل الأطفال يوم إماراتي سعيد، ويسعدوا يا رب يكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. يوم طفل إماراتي سعيد لجميع الأطفال في ربوع الإمارات الحبيبة. Very happy Emirati Children's Day to all the lovely beautiful kids out there. A happy Emirati Children's Day. أحيي أطفال الإمارات ولهم كل عام أنتم بخير. مبروك للطفل الإماراتي بيوم الطفل الإماراتي.